السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم ديري ارت. اليوم ان شاء الله راح نكمل الفيديو تاع ساعة. ان شاء الله اليوم راح نخدموا ليكوتي من الجانب الايمن والايسر، هما مشابهين صافي نفس الخدمة. ما كنا نبقى نعودوا في الفيديو نفس الفيديو تعاود على الدوزيام كوتي صافي، اليمنى كيما اليسر سوا سوا. بون الاولى ندخلوا اللام تاعنا في الثقب اللي ثقبناه ديجا في الفيديو اللي قبله، وكما اكدت لكم لازم اللام يتزير مليح باش ديسان تاعكم ميخسرش. ونبدأ على بركة الله. أصعب حاجة في فن الأركت هي القطع بخط مستقيم، تجيك صعيبة نهار الأول، بصح بالوقت توالف السكورسو تاعك الماشينة تاعك تولي تجيك سهلة ماشي حاجة كبيرة.
النهاية كي تبعنا مليح الفيديو تشوفوا بلي راني خرجت على الديسان تاع البلون اللي عندي. السبب هو ماشي خرجت انا على الديسان، السبب هو انه الديسان خسر صافي قادر لامبريمونت خسرته ولا ايا انا كشف الكوتي الاخر شفت بلي كان بروبليم يعني مش كيف كيف. عاد سقمتو بالكريون وكملت خدمت عادي. المرحلة هذه شوية وعنا لازم البلان تاعك يكون شون سيري تربية صافي من فوق من تحت يكون كيف كيف، بس كإذا كان عوج البلان تاعك ولا القطعة تاعك ما راحش يركب مع القطعة الدزيان. سيرتو هذا اللي كوتي. في هذه المرحلة البلون تاعنا باه نفكركم راني نخدم في الجهة اليمنى والجهة اليسرى، تسمى الواجهة اليمنى والواجهة اليسرى في وقت واحد. باش ندعمو البلون تاعنا نزيدو نديرو سكوتش من الجهة الفوقانية، باسكو هذه الجهة كي نقطعها ميوليش يحكم الجزء الأيمن مع الجزء الأيسر ميوليش محكوم. صافي كي نديرو سكوتش من الجهة الفوقانية يحكمهم يبقى حاكم للبلون ما يخسرليش البلون تاعي. بعد ما فررنا الواجهتين اليمنى واليسرى نكون وصلنا لنهاية الفيديو الثاني. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، جام كومنتير ابوني بما نوصيكم خاوتي. نتلاقى في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.